السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن درس جديد في التاريخ، هو بيتكلم عن مصر تحت حكم البطالمة. طيب احنا اخر حاجة خدناها في التاريخ كان درس الاسكندر الاكبر، وعرفنا من الاسكندر الاكبر هو ازاي دخل مصر وازاي بنى مدينة الاسكندرية، وقلنا ان الاسكندر الاكبر مات سنة 323 قبل الميلاد واتدفن في اسكندرية. الاسكندر الاكبر بعد ما مات، الاسكندر الاكبر ما كانش عنده حد يورثه، فجت الامبراطورية بتاعته اتقسمت بين قواده. طب هو ليه الامبراطورية بتاعته اتقسمت بين قواده؟ قالك عشان الاسكندر ما كانش عنده وريث يحكمه. يبقى لو قالك بما تفسر تقسيم امبراطورية الاسكندر الاكبر بين قواده؟ لانه لم يكن له وريث. طيب من ضمن الامبراطورية بتاعته كانت مصر. طب مصر دي اصبحت من نصيب مين؟ اصبحت من نصيب واحد من قواده وحراسه، كان اسمه بطليموس الاول. وبطليموس الاول اما تولى حكم مصر هو اللي اسس دولة البطالمة في مصر، واتخذ من مدينة الاسكندرية اللي بناها الاسكندر عاصمة له. يبقى تاني يا جماعة، يبقى بعد ما توفى الاسكندر الاكبر الامبراطورية بتاعته اتقسمت بين قواده. طب ليه اتقسمت بين قواده؟ قالك عشان هو ما كانش ليه وريث يحكمه، فكانت مصر من نصيب احد قواده كان اسمه بطليموس الاول. طيب بطليموس الاول هو الذي اسس دولة البطالمة في مصر، واتخذ من اسكندرية عاصمة للدولة دي. طب البطالمة حكموا كم سنة؟ البطالمة جماعة حكموا من 323 قبل الميلاد حتى 30 قبل الميلاد، يعني حكموا تقريبا بتاع حوالي 293 سنة. طبعا فترة حكم كبيرة جدا، فعشان كده احنا هنقسمه فترة حكم البطالمة لمرحلتين. المرحلة الاولانية بقول عليها مرحلة القوة والازدهار، المرحلة التانية انا بقول عليها الضعف والانهيار. طيب المرحلة الاولانية بتبدأ منذ عهد بطليموس الاول لغاية بطليموس الثالث. يبقى المرحلة الاولانية بتبدأ من اول بطليموس الاول لبطليموس الكام؟ الثالث. وعشان كده قال لك، طب انا ليه قلت عليها مرحلة القوة والازدهار؟ قال لك لان في الفترة دي من اول بطليموس الاول لبطليموس الثالث الدولة كانت مزدهرة في كل المجالات، سواء سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية معمارية. يبقى المرحلة الاولانية بقول عليها مرحلة القوة والازدهار، والمرحلة دي بتبدأ من منذ تولية حكم بطليموس الاول لغاية بطليموس الثالث. طب المرحلة التانية انا بقول عليها مرحلة الضعف والانهيار، ودي بتبدأ من اول بطليموس الرابع لغاية نهاية عصر كليوباترا السابعة سنة 30 قبل الميلاد. طب انت ليه هنا بتقول عليها مرحلة الضعف والانهيار؟ هنا يجي لي سؤالين، يا اما يقول لك بما تفسر يطلق على المرحلة التانية مرحلة الضعف والانهيار، او بما تفسر انهيار دولة البطالمة. قال لك لان في الفترة دي الملوك كانوا ضعفاء جدا وكانوا بيتنازعوا مع بعضهم. تاني حاجة ان في الفترة دي ثورات المصريين زادت قوي ضد ظلم واضطهاد البطالمة. تالت حاجة في المرحلة دي نفوذ الرومان زاد، يعني الرومان اصبحوا لهم سلطة ولهم قوة وبدأوا يتدخلوا في شؤون مصر الداخلية. يبقى لو قالك بما تفسر انهيار دولة البطالمة هتقول له تلات حاجات: ضعف الملوك، زيادة الثورات، زيادة النفوذ. ضعف الملوك وتنازعهم، زيادة ثورات المصريين ضد البطالمة عشان هم كانوا بيظلموا وكانوا بيضطهدوا، زيادة نفوذ الرومان وبدأوا يتدخلوا في شؤون مصر الداخلية. طيب تعالى نتكلم عن حضارة البطالمة في مصر. الحضارة البطلمية حبايبي كانوا بيقولوا عليها الحضارة الهيلينستية. يعني ايه حضارة هيلينستية؟ قال لك انا بقول عليها حضارة هيلينستية عشان هي كانت عبارة عن مزيج، يعني خلط بين الحضارة المصرية والحضارة الاغريقية. يبقى لو قال لك ما المقصود بالحضارة الهيلينستية، او عرفت الحضارة البطلمية في مصر بالحضارة الهيلينستية، هتقول له لانها كانت عبارة عن مزيج من الحضارتين المصرية والحضارة الاغريقية، دي اسمها الحضارة الهيلينستية. طب تعالى نتكلم عن نظام الحكم والحياة السياسية في عهد البطالمة. تعالى حضرتك اول حاجة بنتكلم عليها نظام الحكم ونظام الادارة، يعني ازاي البطالمة كانوا بيحكموا مصر وكانوا بيديروا مصر.
قال لك نظام الحكم بتاع دولة البطالمة كان قائم على حاجة اسمها الحكم المطلق. يعني ايه؟ قال لك يعني من الاخر كده الملك البطلمي اللي هو كان بيحكم كان بيعتقد نفسه كده انه هو صاحب مصر وسيد رعيتها وعلى رعاياه واجب الطاعة. يعني مصر دي بتاعته هو، والناس اللي عايشة فيه هو اللي مسؤول عنهم، ولازم يطيعوه ولازم يسمعوا كلامه. في نفس الوقت كان بيعتبر نفسه ملك فرعون وإله. ملك فرعون وإله، يبقى لو قلت لك دلل كان الحكم البطلمي في مصر قائم على أساس الحكم المطلق، هتقول له الدليل على ذلك حيث اعتبر الملك البطلمي نفسه صاحب مصر وسيد رعيتها وعلى رعاياه واجب الطاعة، وفي نفس الوقت كان ملك فرعون وإله. قال لك البطالمة كانوا بيعتمدوا على الإغريق اللي هم اليونانيين في تولي المناصب المهمة. أي منصب مهم في الدولة كانوا بيجيبوا اليونانيين هم اللي بيتولوا حكم المناصب ديت. طب ده اسمه نظام الحكم. طب نظام الإدارة، قال لك البطالمة ما غيروش في نظام إدارة مصر. احنا عارفين ان مصر من زمان كان مقسمة ل 42 اقليم، عشان كده البطالمة فضل التقسيم الاداري زي ما هو. البطالمة قسموا مصر الى 42 اقليم زي ما هو، وكان لكل اقليم مجموعة من المراكز، وكل مركز مجموعة من القرى، وكان في القرى بقول عليها جماعة قوم، بقول عليها ايه؟ قوم. يبقى تاني يا جماعة، يبقى نظام الحكم اللي كانوا متابعين البطالمة في حكم مصر كان قائم على الحكم المطلق. وقلت لك يعني ايه؟ نظام الإدارة اللي كانوا متابعين البطالمة كان زي ما هو أيام الحضارة المصرية القديمة، كان 42 إقليم، وكان لكل إقليم مراكز، وكل مركز مجموعة من القرى، والقرى كنت بقول عليها كوم. طب البطالمة كانوا بيستخدموا اللغة اليونانية، كانوا بيستخدموا اللغة اليونانية في حكم البلاد. كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية في حكم البلاد. طيب احنا برضو كده احنا اتكلمنا عن الحياة السياسية، تعالى نتكلم عن الحياة الاجتماعية. الحكام البطالمة كان عاوزين يظهروا امام الشعب المصري ان هم حكام وطنيين وبيحبوا الوطن وبيحافظوا على الدولة، ولكن اللي كانوا عملوه بيدلش على ذلك. تاني وبيقول لك ان رغم ان البطالمة كانوا حريصين ان هم يظهروا امام الشعب المصري انهم حكام وطنيين، ولكن البطالمة فضلوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم الاغريقية. ده مش بس كده، ده شجعوا هجرة الاغريق لمصر. كانوا بيخلوا اليونانيين يهاجروا لمصر ويجوا لمصر، بنوا العديد من المدن التي حملت اسماء اغريقية زي مدينة اسمها نكراتيس، تمام، واقاموا العديد من المعاهد، الجمانيزيوم والمسارح. طب المعاهد والمسارح دي عملوها ليه؟ لنشر الحضارة الإغريقية. يبقى تاني يا جماعة، يبقى البطالمة كانوا عاوزين يظهروا أمام الشعب المصري إنهم حكام وطنيين، ولكن حافظوا فضلوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم، شجعوا هجرة الإغريق لمصر، بنوا العديد من المدن والمدن دي كانت تحمل أسماء إغريقية، عملوا العديد من معاهد الجمانيزيوم والمسارح. طب عملوها ليه؟ لنشر الثقافة الإغريقية. طب كلمة جمانيزيوم هي عبارة عن معاهد لها أدوار ثقافية وتربوية ورياضية واجتماعية، دي اسمها الحياة الاجتماعية. تعال نتكلم عن الحياة الاقتصادية. حياة اقتصادية احنا متعودين اول ما تسمع حياة اقتصادية يعني زراعة، يعني صناعة، يعني تجارة. بس قبل ما اتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة لازم انبهك لحاجة بسيطة جدا. بطليموس الاول هو ليه اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة؟ لان بطليموس الاول كان كل همه ان هو عاوز يعمل دولة قوية، الدولة ديت تكون قوية سياسيا واقتصاديا. يبقى لو قلت لك بما تفسر اهتم بطليموس الاول بالحياة الاقتصادية او بالزراعة والصناعة والتجارة، لانه كان يريد اقامة دولة قوية سياسيا واقتصاديا تؤثر على العالم. طيب تعال اول حاجة نشوفه هو عمل الراجل ده في الزراعة. قال لك بطليموس الاول ايه اللي عمله في الزراعة؟ اول حاجة عملها في الزراعة اهتم بشؤون الري. طب ايه الدليل ان هو اهتم بشؤون الري؟ قال لك الدليل على ذلك ان هو شق الترع، حفر القنوات، واقام الجسور. يبقى لو قال لك دلل تاريخيا اهتم بطليموس الاول بنظم الري، هتقول له الدليل على ذلك شق الترع واقام القنوات واقام الجسور. تاني حاجة عملوها البطالمة في الزراعة، قال لك ادخلوا ادوات جديدة في الري زي حاجة اسمها الساقية، ما كانتش معروفة اللي دخلوها مصر البطالمة. ده مش بس كده، ده زرعوا العديد من الاشجار اللي ما كانتش موجودة عندك، زي شجر الزيتون، زي شجر التفاح، زي شجر الرمان.
في نفس الوقت جابوا سلالات جديدة من الحيوانات. يبقى تاني، يبقى لو قالك عليها كلها على بعض، دلل اهتم البطالمة بالزراعة، هتقول له رقم واحد حيث اهتموا البطالمة بنظم الري وادخلوا ادوات جديدة في الري وقاموا بزراعة اشجار جديدة واستوردوا سلالات جديدة. يبقى اربع حاجات تخلي بالك منهم في الزراعة: اهتموا بشؤون الري، ادخلوا ادوات جديدة، ادخلوا زراعات جديدة، وادخلوا سلالات جديدة. طيب ده بالنسبة للزراعة. طب تعال نبص للصناعة. بالنسبة للصناعة قال لك الملك البطلمي كان معتبر نفسه هو الصانع الاول، مفيش غير هو اللي بيصنع. عشان كده البطالمة احتقروا بعض الصناعات، يعني الصناعات دي هم بس اللي كانوا بيعملوها. زي ايه يا مستر؟ زي صناعة المنسوجات، خاصة الكتان. يبقى تاني، يبقى الملك البطلمي اعتبر نفسه هو الصانع الاول حيث احتقر العديد من الصناعات زي صناعة المنسوجات خاصة الكتان، وايضا صناعة الزيوت. طب الافراد، شعب مصر كان بينتج ايه؟ قال لك الافراد سابوا لهم حاجة بسيطة جدا، كانوا بينتجوا منسوجات صوفية. وطبعا كانت في صناعات تانية مزدهرة ايامه زي صناعة الحلي، العطور، الزجاج. يبقى تاني، يبقى الملك البطلمة يا جماعة كان معتبر نفسه الصانع الاول، البطالمة احتقروا بعض الصناعات زي صناعة المنسوجات، زي صناعة الزيوت، واما الافراد كانوا بينتجوا منسوجات صوفية. وخلي بالك من الحتة دي، لان انا ممكن اجيبها لك في الامتحان في اختيارات. كانت صناعة نقط ملكا للافراد في عهد البطالمة، المنسوجات الصوفية. طب البطالمة ذات نفسهم كانوا محتكرين انو صناعات؟ صناعة الزيوت والمنسوجات خاصة الكتان. ده بالنسبة للصناعة. طب بالنسبة للتجارة، قال لك في التجارة عملوا ثلاث حاجات: فرضوا الرقابة على الاسواق الداخلية، وفرضوا الرسوم على التجارة الخارجية. فرضوا رقابة على الاسواق الداخلية، كانوا بيراقبوا لو حد غاشش، تمام، لو حد بيسرق. فرضوا رسوم على التجارة الخارجية، يعني ضرائب، يعني جمارك، اي حاجة جاية من برة كان بيدفع عليها فلوس عشان تخش الدولة. وفي نفس الوقت طبعا التجارة دي لازم يكون فيه عملات، قال لك بدوا يستخدموا عملات ذهبية وفضية ومعدنية في التجارة. كل واحدة منهم سواء زراعة او صناعة او تجارة يجي لك سؤال دليل تاريخياً.